استغفر الله، لا إله إلا محمد رسول الله. المهم الإخوة، راني فتحت لكم الخط. وعليكم السلام الأخ علي. راني فتحت لكم الخط إذا كان في إخوة يحبوا يديروا مداخلات، والله ربما ماكش ما عندهم أسئلة. والله ربي يبارك فيك الأخ عمار. أخ مازالك سهران يا خويا؟ وعليكم السلام الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بديدي عبدو. أخ مراد، شوفوا ترى هذا الأخ إسحاق هذا. وعليكم السلام الأخ فوزي، أخ حمزة، ربي يكون معك الأخ عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا الأخ إسحاق. واش راك خويا؟ والله لاباس الحمد لله، واش راك تاه؟ حياك الله. الله يبارك فيك، من راك تكلم فينا الأخ إسحاق؟ لا الأخ، شكون معايا؟ شكون معايا؟ هذاك راك تشرب في اللبن ولا لا تاي؟ لا تاي مخلط بالحليب. بصحتك، شكون معايا؟ شكون؟ مول التليفون. على بالي، عن بالي مول البلاد، على بالي بلي مول التليفون. على الاقل عدل الكاسكيطان تاعك مليحه صح. كاسكيطه في الليل، كاسكيطه في الليل. راني خدام، انا رجال الليل، راني خدام. أيا لاباس، أيا ما أنا جايب روحك. حبيبي حبيبي، حنا رجال واقفون بالجمعة وبالسب بالحد و... مليح، ربي يعاونك أخويا. مالديك، المهم يتنحى وكاع. إن شاء الله. إلى لقاو الرجال. صافا، شكون أنت؟ شكون؟ عرفني بيك. إياه. أصبر تشوف مالا، شوف ترى الأخ مراد. اي عادي نورمال، مولفين بهم. اول اخ مراد. السلام عليكم اخ نور الدين. وعليكم السلام، اهلا. صباح لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. منين راك الاخ مراد تكلم فينا؟ باريس. ايه ما شاء الله اخويا. مانيش بعيد علينا. ريجيون باريزيان. قلت لك ماكش بعيد علينا، غير 700 كيلومتر برك. ماشي حاجة. 700 ماشي حاجة. صافا الحمد لله. واش راه الحمد لله زايد لك شوية ولا؟ الحمد لله الحمد لله. واش تقولنا في هذه الخلطة الشكشوكة هذه؟ راتاتوي. أنا كتبتها راتاتوي. واش نقولوا، كاين بزاف حديث طويل، لو كان نبداو ما يخلاش. كيف راك تشوف انت في هذا الاسبوع؟ احنا لي زونسيان، احنا تسمى فاكسين لي زونسيان. فاكسين لي زونسيان. لي زونسيان، واش حبيت ندير باختصار على طريقتي. نمشي معاك في الطريق. سمعت المداخله تاعي ولا؟ سمعتها، هاي تبعتها. واش رايك في الكلام اللي كنقول فيه؟ احنا عقليه واحده. لربما ماكش مرة بانت لك بعض الامور، بالك افكار ما على باليش انا، ما تبان لك امور هكذا من خلال. كاين امور نصوتيوها ماشي وقتها. فار اكزومبل، هذا كاين امور انا حبيت برك نمشي معاك في الطريق هذيك اللي خذيتها، نوضح باختصار على طريقتي. معليش تفضل. باللغه تاع البلاد العامه. ايه معليش.
اش حبيت نقول؟ حبيت نقول بلادنا الشباب اللي ما لي جون اللي ما يعرفوش كلش يسمعوا بصح ما يفهموش و... واش نقولوا؟ بلادنا من الاستقلال حكمها ريجيم ميليتار عسكري، مع الأحداث أو التاريخ يوضح، مع الأحداث جاءوا معلمين تاع الخفاء، فضلوا يكونوا في الخفاء، الرئاسة ولا لي بوست هذو ماكلي، مام في ال مام في ال مام في لارمي وكذا، فيترينا ايه كاين ناس جينيرال مينيست ولا بريزيدون ولا كاين فيترينا. دولة داخل دولة، دولة داخل دولة. ايوا فوالا، راني نوضح بطريقتي. فوالا تكونت هذا الأسرة هذه الحاكمة نسميها، غير معروفين، يمشيوا بأسماوات بزاف، يتنقلوا، عايشين في الخارج. المهم واش نزيدوا؟ نروحوا للتسعينات، كما خرج الشعب 88، نفس الشيء كما اليوم، كما خرج الشعب كيف كيف نعم، ماشي كيف مطالبين كيف، بالحرية و... ماشي كيف كيف، وفي ماشي الطالب، كيف كيف. نهضروا على شوف الطالب نقول لك، بالقضية نتاع 88 والقضية نتاع 92 ماهيش كيف كيف خلاص. الآن ربما انت لما تشوف انت الحشود اللي راها موجودة وكذا، وكانت صح كانت فيه حشود وكانت فيه مسيرات وكانت فيه تجمعات وكانت فيه كذا، لكن في تلك المرحلة كان الجيش ضد الشعب، فهمت؟ الجيش دخل في راني الشعب جاي، ضرب ضرب، راني وحتى في جاي، راني جاي. التسعينات كيف كيف. وفي تلك المرحلة في التسعينات كان حزب واحد اللي هو كان عنده توجه إسلامي، الآن راها مختلفة التشكيلات راها موجودة، العلمانيين، الفرنكوفونيين، المعربين، الإسلاميين، الناس اللي راهم دوكم عندهم انتماء وطني، كاين الناس اللي راهم ملاحدة، الناس راها كلها تحوس على جال باش يكون ان شونجمون. ولكن دوك طيب، الان القياده نتاع الجيش اللي لحد الان ما كانش ديراباج، راه الان الحمد لله الامور يعني راها ماشيه، ولكن في المقابل لازم الانسان ياخذها بحذر، ياخذها بحذر، ما لازمش الانسان يغفل. قال درك خلاص راهو راح بوتفليقه انتهى، قادرين درك هما اذا كانوا مشاوها مع بن صالح ما انت باللي مخدومه، انت باللي صاي. وبالتالي دوك الناس لازم هي تبقى طالب، ماشي بذهاب فقط بوتفليقة، بذهاب العصابة كلها اللي كانت تخدم معاه كامل بما فيهم راني القيد جاي، صالح. راني جاي ولكن وحدة احنا على وحدة. بالنا باللي القيادة نتاع الجيش، على بالنا بدون انحياز القيادة نتاع الجيش، على بالنا باللي ما راهوش راه يكون تغيير. وبالتالي درك هذه المجموعة إذا كان راهم حابين هما فعلا يحوسوا على التسليم نتاع السلطان الشعب، يصهروا على الحماية نتاع الشعب من أجل تمكين الشعب، على جال باش هو عن طريق الآليات اللي هو يختار قيادة اللي هي تمثل الطموحات وتمثل الأمل نتاع الشعب الجزائري. أما هو أنه يروحوا يجيبوا جماعة واحد أخرى وفيما بعد نعاودوا احنا بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين نعاودوا نرجعوا لنفس النقطة، احنا نحوسوا على جال باش تبنى جمهورية جديدة على أسس صحيحة وتمشي الناس وحدة وحدة نحو المستقبل. مش بالضرورة نحضروا لها احنا، على الأقل نكون شاركنا. قال راهو الشعب الجزائري في مرة من المرات هاو حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، وراهم جاو رجال وراهم خدموا وداروا وداروا كذا، وتروح تمشي الناس. مش بالضرورة هو أنك أنت تبنيها، أنت على الأقل تكون أنت شاركت في وضع أسس
ولكن تكون على اسس صحيحه. ما تقدرش انت دوك تجيب لي واحد راسه مسكر تبني به انت تبني واسمه جمهوريه جديده، امبوسيبل. الجمهوريه الجديده تبنيها بالكفاءات، تبنيها انت بالاطارات، تبنيها انت بالامخاخ، تبنيها انت بالعقول، تبنيها انت بالناس الباحثين، المهندسين، الاطباء، الدكاتره، الفلاسفه، تبنيها بالقدرات، تبنيها بالعلم، تبنيها بالمعرفه. ما تقدرش انت تبنيها بناس اللي هم راسهم حابسين. وهذا الناس اللي هم شاركوا في هذا الوضع، يا اخويا بصحتك شاركت انت، يا احنا ما راناش من الناس هذوك اللي يبخسون الناس اشيائهم. كاين اشياء ما لازمش الانسان ينكر، كاين اشياء احنا وين قرينا؟ احنا قرينا في المدرسه الجزائريه، ما لازمش الانسان درك هو. ولكن في المقابل كاين فيه نقائص، كاين فيه عوائق، كاين كذا. الناس درك راها كاين جينيراسيون واحده اخرى، الناس درك راها درك الان تستعمل في الانترنت، راه تستعمل في الفيسبوك، تستعمل في لي طابلات، تستعمل في لي زابليكاسيون من كل انواع. وبالتالي يا سيدي دوك برنامج راه يقول لك ميزاجور، لازم دير ميزاجور. ما تنتظرش دوك انت لقيت صالح هذا يسير لك دوله والله هذا الجينيراسيون سي فيني. دوك لازم جينيراسيون واحده اخرى اللي هي تواكب العصر، فهمت؟ احنا دوك رانا بين خلي جينيراسيون واحد اخرى اللي تمهد، دي جينيراسيون واحد اخرى اللي راهم جايين باش الجزائر تروح تمشي في التطور وتمشي انت في هاك. شفت غير فقط هذا راهو حراك سلمي برك. راك شفت انت الان تسمع في فرنسيين يقول لك اخويا تعلموا من الجزائر، شوف الجزائر، شوف هنا راهم ناس. قال هناك سمعت المداخلات نتاعهم، قال في فرنسا اللي جيلي جون وهي الناس وهي تهرس وهي تكسر وهكذا، شوفوا الحراك السلمي في الجزائر وكذا. وانا كنت في تسجيلات سابقه كنت طلبت من أن الناس تعبر بطرق واحد اخرى، ما تبقاش فقط تدير مسيرات، دير حملات تاع تطوع، تاع تنظيف، تاع بناء، تاع كاين هناك واسمه خارجات سياحيه. مش بالضروره هو انك انت فقط تعبر بالمسيرات وبالوسمو، عبر بطرق عصريه، بطرق اخرى، باش تبين انت بلاك تحوس تبني، راك تحوس تشيد، راك تحوس تخدم، ماكش تكسر وماكش توسمو نظافه، تشجير، الى غير ذلك. فهمت؟ ياسر هنا واش حبيت نوضح بطريقتي. الجزائر كيفاش دايره بصفه عامه هكذايا باختصار على بطريقه نقولو سبيسيال. وصلت وين؟ وصلت انا ل 88. كي قلت خرجنا معناتها خرجنا كيما خرجت الشبيبه هذه الخطره، نفس الشيء في وقتنا هذاك، وما نجحتش. عندك الحق كي قلت هذاك الوقت العقليه كيفاش كانت دايره. جوستومون كنت راح نذكر هذه النقطه هذه. المهم كانوا لي زونسيان ماشي قاريين، و اللي كانوا حاكمين المسؤوليه كانت عقليه ذاك الوقت اسرع ما اسرع. سال الدم، سال بزاف الدم، صرات امور كما يقولوا كبيرة في بلادنا. عشنا عشرية سوداء وحمراء. المهم كان لازم يجيبوا تفليقة، على لأن المسؤولين كانوا الدوسيات كانت هضرة كبيرة. كانت الجزائر في وضعية صعبة، كانوا الكل كان محتاج المجيء تاع واحد كيما بوتفليقة. جاء هذاك الوقت باش المهمة كانت باش تغطي قاع هذوك الأمور هذوك. وصح هذاك واش اللي كان العهدة الأولى. والثانية بداية قوة،
بدا يتقوى، ومن بعد جات العهدة الثالثة والحكاية تاع فالدو غراسك راك ذكرتها. وشن هي الجزائر قعدت هي خلينا من الماضي الاخ مراد، حنا نحوسوا درك الان، ما هو المطلوب المرحله هذه نتاع ما بعد بوتفليقه؟ الباسي خلاص فتناه، جوستومون. بوتفليقه بلا راه هذه خلاص ما خرب. نجموش، بلا هذه ما نجموش نتقدموا الاخ نور الدين، ولكن خاطش وش هو المشكل المطلوب؟ مازال هو المشكل، مازال هو هو دوك كاين ملفات، كاين دمسال، كاين ايه معاك كذا، معاك لا الارمي مازال هو هو دوك، وراهم لي غارونتي باش الارمي هذا باش يمشي ايه، معاك. هذا هو اللي لازمك تتهضر عليه، هذا هو اللي لازمك تهضر عليه هاني يا اخ. جاي وحده وحده، ايه هاني جاي وحده وحده. موضوع كما يقولوا كبير كبير بزاف، حساس، و كما يقولون نلخصوا قد ما قدرنا. الوضعيه هذه هي دوك، لازم نعرفوا الارمي تاعنا، لازم الشعب يعرف، لازم نعرفوا بعضنا بعض باش نفهموا بعضنا بعض. الارمي ها هو كيفاش راهو داير الارمي، والشعب ها هو كيفاش داير. بوتفليقه بوتفليقه مرسو صغير، هذاك المهمه تاعو خلاصت، خلاص يمشيو. هذه حاجه سهله، هذه ما هوش الاصعب هذايا يعني. دوك الاصعب اللي راهو جاي، اسكو الشعب راهو عنده الوعي الكافي ويعرف واش راهو كاين مقابله باش يعرف كيف يتعامل، ولا يخرج قاع بالمطالب هذه ويحسب باللي الدعوة سهلة لا دوك لازم توعية. أنا واش نقول؟ نقول الشعب اليوم ربح صوت، اليوم هذا واش راهو رابح، عنده صوت دوك، لازم يعرف الأخ كيفاش مراد يسير باش يتقدم به. راهم قريب 20 واحد ينتظروا. اختصر معليش الحديث، معليش فوتهم، معليش. شكرا ديجا للأخ، رانا طولنا. شكرا. نشوف اضطر الأخ وش اسمه هذا عمار. المهم الإخوة حاولوا أن تختصروا برك، ليكم أنتم وتالي أنا ما عنديش مشكلة، أصبروك نطلعكم الإخوة بالواحد. أخ عمار، يبدو أن الخط نتاعك راهو ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا الأخ عمار. كيف حالك أستاذ؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. شنو جبت لنا معك دقلة ولا والو؟ والله جيت غير هكذاك برك. يا خويا أرواح، مرحبا بك، روح للجزائر تاعك برك ومرحبا بك. عاش. اسمع، كي شفتني مانيش في الجزائر وليت تقول لي أرواح برك. لا لا، أنا أقول كي قلت لك شفتك تحب الدقلة قلت لك أرواح للجزائر ومرحبا بك، حابين كي ان تجينا شاء الله للجزائر نفرحوا بك ونتقابلوا في مع وجهك ان شاء الله ان مباشرة. شاء الله. بالك راحت إن شاء العصابة الله هذه الأولى هذه، بالك لا عضوك يعيطونا، بالك إن يقول شاء لهم الله إن أرواح شاء الله أرواح. إيه إن صبر شاء لي الله. قبل ما نمرك كلمة، كاين واحد الأخ كان وجا وسأل السؤال، قال لي باش أنت تجاوبني عليه، قال لي باللي في حالة ما تغيرت الأوضاع تروح البلاد ولا ما تروحش. الله يهديك، احنا راه منذ سنوات احنا نعملوا على جال باش تتغير الاوضاع باش نروحوا البلاد. انت تطرح لي في هذا السؤال في اول طائره، غدوه غدوه الصباح نروح. إن شاء الله. اتفضل الاخ. للاسف الشديد يبدو ان الخط تاعو ضعيف. الله يهديكم. صبرني الاخ، راني طلعت كجبل وراس اخويا خنشله، جيب لنا معك تاع هاي تاع الوراس. جبت لنا معك الجرموني ولا جيت غير وحدك برك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وش راك يا استاذ؟ الله يبارك فيك. جبت لنا تاع الجرموني معك ولا جيت غير وحدك برك؟
شوف انا راني شاوي بصح نسكن في عنابه. ايه ما عليش يا سيدي، جيب يبصح الشوي، يحبوا الجرموني ولا ما تحبوش؟ نحبوه ياسر، نحبوه بزاف. وكاتشو واش راك صافا؟ والله لاباس، من عندي وقت وانا نسنى، عندي وقت وانا نحاول نتصل بك ما حكمتكش. اخويا ها جاتك الفرصة اليوم، غا ما يقطعولكش الخط برك. شفت كيفاش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو هذو اللي راهم في الداخل؟ والله واحد يكون خارج عليهم. شوفوا ترانزدو نعاودوا لها بالك نعاود. الو، اهلا اهلا استاذ، جماعة الجزائر واقيلا انت كي طلعوا شوية تكوب عليهم. خلي يطلع يلا يعطيه له الحس. والله جماعة هذاك اللي هضر من باري هضر حتى ايام ما ايه كوباولوش. جماعة انت تزير غلطن برك، راها هدى فرعون ما زالت فرعون. الله كارثة، تعرف هنا حالة. المهم انا كنت نسمع في المداخلة تاعك، يعني كما يقال التحليل تاعك كان وافي وكافي، واصلا اللي تفرج التحليلات تاعك من قبل نقولوا ب 15 يوم ولا شهر ولا شهرين ولا 3 ولا عام ولا قبل، انت اصلا كنت سما الحل اللي كنت تعطي فيه دائما هذا تم جزء تأسيسي، عمرك ما قلت لهم روحوا في الدستور ولا سما هذاك هو الحل اللي كان مجلس رئاسي هكذا، سما هذاك هو الحل اللي كان منطقي. وصح رانا وصلنا ذوك النقطة هذه تاع الانسداد هذه بعد الأحداث تاع اليوم، الحل الدستوري ما تقدرش تطبقه. أنا يا انا بالنسبة عييت لي نقول لهم، شوف عييت نقول لهم باللي ريحه بوتفليقه في مكانك، ريحه لقيت صلاح قايد صالح في مكانك، ريحه طرطق. شوف خرج عيبك اللي يسمو زوج كلمات. يلا عييت نقول لهم باللي ريحوا في مكانكم. يلا برك، ها هي فرصه امامكم تاريخيه تتشكل حكومه انت وحده وطنيه، وتروح الناس تتناقش حول مشروع خطوط عريضه نتاع مشروع مجتمع، وتروح. فللاسف الشديد هاكم تشوفوا في العوض هو انه يخرج كما نقولوا من 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 الابواب، او خرج تحت شوفوا ترى هذا الاخ حسن للاسف الشديد. اخواته زين راهم اللي يطلع يهبطوه، يبدو هو انه الانترنت راه ضعيفه في البلاد. شوفوا ترى مع الاخ حسن هذا. هاي الاخ حسن، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، ويا معكم اخوكم من المغرب. مرحبا بك حسن. يا خويا حسن، ويا احنا فرحانين لكم بزاف. الله يبارك فيك. انتم اشقائنا، انتم اخوتنا، راكم عزاز علينا. الله يسلمك. وللاسف ما قدرناش نوصلوا وهران، ما قدرناش نوصلوا الجزائر، ما قدرناش نمشيو لتلمسان. راكم عارفين انظمه اش دارت. ان شاء الله ان شاء الله تغير الاوضاع ان شاء الله، وحنا ربنا بكري اخوه. تجيو عندنا لمراكش تشربوا اتاي، ونجيو للجزائر ان شاء الله ان شاء الله ناكلوا كسكسو. يا سيدي ربي ان شاء الله ان شاء الله ازمه، نحيو الحدود هذه خلاص ان شاء الله. احنا خاوه وتناسبوا معاكم وتناسبوا معانا ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي ربي، احنا راه خاوه خاوه يد في يد من المغرب حتى مصر ان شاء الله. ان شاء الله ومبروك عليكم وجزائركم. مازال اخويا مازال. ازمه ازمه لا ان شاء الله يكون خير، غير هي حطات رانا غير نخطبوا برك، مازال ما زوجناش صاحبي. لا هي لا قلت لك جزائر. ان شاء الله جزائركم بغينا ان شاء الله ان شاء الله امنه. مازال انا فهمت، رانا غير في البيت لا هي الطريق ان شاء الله. هي حيت ما عرفتيش الوقت اش كدير، ما عرفتيش مناوره، ما عرفتيش حيت ما كايناش الثقه في دوك الناس القدام، ما فيهمش الثقه بزاف. الجماعه هذو تاع العسكر ما فيهم واعرين، لي جينيرو لي جينيرو راه واعرين، ما تثقش في ان شاء الله ان شاء الله يكونوا مخلصين هكذا ورجال اللي هما ان شاء الله. يا سيدي ربي، والجزائر راه عندها شبابها وعندها ولادها، ان شاء الله يستر لكم وان شاء الله ربي يفتح لكم انتم ثاني في المغرب. يا ربي حتى حنا راه كنعانيو بحالكم. ان شاء الله على بالي على بالي ان شاء الله ان شاء الله كي نهار اليوم ان شاء الله ربي يبارك فيك. ربي يعاونك، تحيه للاخوه في المغرب. الله يعاونكم الله يستركم ربي يعيشك. شكرا اخ حسن، شكرا.
ربي يبارك فيك الأخ حسان وكل الإخوة المغاربة. شوفوا ترى هذا الخط ديريكت الأخ تاع الوراس. اصبر تشوف شوف ترى هذا الأخ وليد. أخ تاع اللي ترمز الاسم تاعك بجبال الوراس، الخط تاعك راه مغلوق المرة هذه، مانيش عارف واش حاولت باش نطلعك وللأسف الشديد. إن شاء الله الأخ وش اسمه الأخ اللي ترمز الاسم تاعك بسلوفاكي، إن شاء الله إن شاء الله. وعليكم السلام أخت أسماء، أخ مختار. هاو الأخ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. شكرا. والله حبيت ندير نقطة مهمة، هي بالنسبة للمحاسبة، وهي نقطة مهمة في هذه المرحلة. يعني حبيت تحدثهم في هذه الأمر هذا. تفضل أخويا ألو، تكلم، بصح ممكن نخالفك الرأي. نعم تفضل. لأنه مجلس المحاسبة له دور على بالك بلي عنده دور كبير، لأنه إذا أمر الفساد مر على هذا المجلس، لأنه يرسل التقارير السنوية بعد نهاية السنة في نهاية في 20 يونيو، يرسل تقارير لرئيس الجمهورية بأنه لا توجد هناك خروقات بالنسبة ل ولكن يا هل ترى الأخ وليد، يعني نكونوا منطقيين وعمليين، يا هل ترى ما تشوفش باللي الحديث حول هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات، احنا الجزائر نحوسوا على جلب تأسيس نتاع دولة على أسس صحيحة، انت مازال ما بنيتش الأسس الصحيحة ورايح المحاسبة، واش ديك يا صاحبي انت المحاسبة بالعقل؟ خلي تبنى الدولة على أسس صحيحة، نديروا برلمان صحيح، ونديروا مجلس دستوري صحيح، ونبنيوا مؤسسات صحيحه نتاع القضاء، بحيث انك تطهر انت المجلس نتاع القضاء، ومن بعد راح تنتظر انت من القضاة هذو، القضاة اللي راهم هما متورطين في الرشوة ومتورطين في الفساد، وهذه الدولة العميقة هذه عم بالك انت باللي تحسب غير هكذاك بجرة قلم هز ذاك وديه. لو كان يكون الامر متعلق بالقايد صالح، شوف نقولها لك قسما بالله، لو كان يكون الامر راه متعلق به هو برك، قال راه معاهم جماعه، والله نقول لك في خلال شهر شهرين يريكيبيريو يقتلوهم ولا يدير لهم كاش حاجه. ما لازمش الانسان يغصب روحه يا صاحبي، وما لازمش الانسان يفتح جبهات مختلفه. احنا رانا نحوسوا نبنيو دوله، لازمك تبنيها على اسس صحيحه، فيما بعد تروح انت تبدا دوك في الحساب وتبدا تدخل انت في القضيه انت تصفيه الحسابات وكذا، راك رايح انت تدخل في اللعب نتاعهم. ممكن هو انه قال مثلا درك هذه المجموعه اللي راهم دوك حاكمين القوت نتاع الجزائريين هذا، ممكن تهزهم وديرهم في السجن والله وخلي عليهم، ممكن لازم، ولكن في المقابل لازمك تحرص على المصالح نتاع الجزائريين، فهمت؟ تحرص عليهم. دوك كاين واحد دوك انت تروح تحبس له جماعه، راه دوك قال تستورد، ما على باليش انه تجيب الحليب، تجيب البطاطا، تجيب كذا، تجيب كذا، تروح انت تحبسه، فيما بعدك راح تخلق مشاكل واحده اخرى لازمك تراعي مشاكل ليها، أخرى. ماشي نعم، هكذا وبالنسبة مباشره تروح انت تحب. للسؤال الثاني عندي نعم يبدو هو أنه فيه تقطع الأخ مراد، تفضل الأخ اسمه شيبان. قلت لك بالنسبة للآليات الاقتصادية الجديدة الذي يمكن شو هو؟ ما نش نسمع فيك الأخ شيبان، راهو كاين تقطع في الكلام تاعك.
قلت لك الآليات الاقتصادية الجديدة اللي يمكن اعتماد عليها للخروج الاقتصاد الريعي. ماشي وقتها نفس الشيء. شوف دوك حنا، اسمع دوك حنا اول شيء اللي هو الناس تفكر فيه هو كيفاش حنا نخرجوا من هذا المأزق اللي البلاد راها فيه. تأسس اول شيء هو انه المرحله وتكون على اساس صحيح، هذه المرحله اللي راها رايحه هي تقودك المرحلة نتاع الاستقرار، هذه تكون مرحلة نتاع ترانزيسيون، نتاع انتقال من نقطة ألف إلى النقطة باء. دوك أنت نهار اللي أنت تنتخب رئيس جمهورية ومن بعد أنت تأسس الحكومة على أساس صحيح، برلمان، ثم بعد أنت تبدأ تجي الآلية نتاع الاقتصاد. ما تقدرش أنت يا مازال ما شكلتش الحكومة، مازال ما درتش برلمان، مازال ما انتخبتش رئيس شرعي حقيقي اللي يمثل الامال والطموحات تاع الشعب، تبدا تحكي لي نتاع الاليه تاع الاقتصاد. مش وقتها، كثير من الامور مش وقتها. الان احنا كيفاش ننتقلوا دوك؟ الان راهو كاين الى حد ما وفق المطالب نتاع الشعب، مش وفق السلطه. وفق السلطه راه الامور عاديه، بوتفليقه انتهت المده نتاعه ويجي دوكا قال مثلا هذا بن صالح يقود مرحله وتشكل الحكومه، راه ديجا مشكله، ما كانش من الناحيه الدستوريه ما تتمسش، فهمت؟ راه الحكومه مشكله من الناحيه الدستوريه مادام يربع، مادام يربع. فيما بعد هما قال لي يديروا نظموا انتخابات رئاسيه في خلال المده نتاع 90 يوم وبسلامه بالعافيه، ويجيك رئيس واحد اخر. احنا المطالب نتاعنا اسمى من تشكيل حكومه ومن رئيس جديد، احنا نحوسوا على بناء اسس نتاع الدوله بمعايير جديده. بالتالي درك هذيك الامور كاين اهل الاختصاص هما اللي يجوا يناقشوها، ماشي هنا في الفيسبوك، فهمت، واليوتيوب. اهل الاختصاص اللي هما راهم مختصين في الاقتصاد يفسح لهم المجال، قال مثلا هاو الاقتصاد، قال يجيبوا خبراء يتناقشوا في حوار وطني، قال وش هي، قال مثلا الثغرات نتاع الاقتصاد الجزائري، قال وش هو الشيء اللي خل في الجزائر، وش هو الشيء اللي خلاها ما تنتجش والاراضي راها بور، قال وش هو الشيء اللي خل في الصناعه الجزائريه، يا هل ترى ما عندناش مؤسسه تاع صناعه، يا هل ترى. وتبدا انت يجيو ناس مختصين يطرحوا قال الخلل وين راهو، من بعد يقترحوا الحلول، وتبدا انت تحط انت وزير تاع اقتصاد قال مثلا كفء، ومن بعد تمشي انت مع الاقتصاد. ونفس الشيء فيما يتعلق بالرياضه، في الاعلام، في النقل، في السكن، في كل المجالات. حتى الحكومه مازال ما شكلتهاش، رئيس مازال ما درتوش، مجلس دستوري مازال تمشي بالنظام القديم، وانت رايح للامور واحد المحاسبه واحد الاقتصاد نو 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 نو. كي تبني الدوله على اسس صحيحه من بعد بدا تحكي انت عن الحلول الاخرى هذيك. هاي هو الأخ، يبدو هو أنه الخط نتاعك. أخ وليد، شكرا. شكرا للأخ وليد. شوفوا ترى هذا الأخ هشام، شوف هشام بن حواء، للأسف الشديد الأخ هشام راهو عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوف ترى بالك العذرك غالقو. شوف ترى هذا رؤوف، الاخ محمد ماركش محتوم باش تبانا اصلا، فهمت؟ التليكوموند راه في يدك ولا راه الكلافي في يدك وتقدر تروح. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ رؤوف. رؤوف من لا ريجون باريزيان. انا مرحبا بك الاخ رؤوف، الله يسلمك. انا كان عندي زوج فاسح، بيت الاقتصاد من بعد كي بوتفليقه دوك خلاص، كما يقول لك ما اليوم لا ديميسيون تاعو خلاص. دوك حنا نحوسوا على حاجه جديده. هذه الحاجه الجديده هذه كاش مفهمك؟ احنا انا كان حسني خايف منها، انا خايف تعاود صرانا كيما صارت في مصر وكيما صارت في تونس. يجي غوفرنمون جديد
ومن بعد يدور يدور يعاود يوليو النظام اللي كان من الاول. انا هذا عفساني خايف منها. من حقك انت واش تقول استاذ؟ من حقك، انا ثاني معك ان نوافقك. انا شخصيا انا لا اثق في هذا الجماعه تاع الجيش، باسكو نقدروا يكون يقدر نظام جديد ويجيب عادي، قادر يخرج لك سيسي. اسمع، قادر يخرج لك سيسي بيز، قادر يخرج لك بوتفليقه بيز، قادر يخرج لك وش اسمه هذاك نتاع تونس، وكيفاش اسمه هذاك، سبسي، سبسي بيز، قادر يخرج لك، يخرج لك ناس. انا نوافقك، فهمت؟ انا ثاني مانيش ثايق، انا هادي شغل هادي قعدت لي في راسي، قلت نخافوا باسكو معليش حنا نحوسوا على التجديد والشفافيه والاقتصاد جديد وكل حاجه تعاود تتسقم، مي الا يعاودوا يبلونجيو بالبلاد زعما نقولوا الانسان اللي حبيه يجي يخدم وكذا، تخاف يكسروا له ويعاودوا يكسروه غير باش يعاودوا النظام السابق، يقول لك خلاص الشعب مقلب النظام راه واسع راه واسع، ومن بعد يعاودوا يدور يولي يولي كما في الدوم. يقول لك عاودوا، انا الشيء اللي متاكد منه، متاكد منه اذا كان فيه ناس فعلا في قياده الجيش، القايد صالح يكون واجهه، برك يكون واجهه، يكون وراهم وراءه ناس. درك اذا كان راهم وراءه ناس من الاطارات ومن الكفاءات اللي راهم هما يسيروا في المرحله، الجزائر راه في الامان. ولكن ولكن هذو من بعد يجيو في وقت واحد اخر. الان احنا دوك الان رانا في مرحله كيفاش احنا تنتقل السلطه من هذه العصابه الى ايدي امنه. ان شاء الله تكون في يد امنه، احنا هذا واش نتمناو. ايه هذا نتمناوها، احنا رانا نعملوا لها ونتمناوها. هذا ما كان، انا واش حبيت. انا نوافقك، فهمت، نوافقك التخوف هذا. وانا شخصيا لحد الان مانيش، مازالني مانيش يعني، ولذلك راك تشوف نتايا اذا كان راك تتبع في المداخله تاعي، انا لم اكن يوما مع القايد صالح. كل يوم تتبع المداخلات، لم اكن يوما مع القايد صالح، واليوم الغدوه البغداد. انا بالنسبه لي القايد صالح هذا يروح هو بالجماعه نتاعو. انا مع من الكفاءات الشابه هذو الدكاتره ومن الناس اللي قراو في ليكول كادي هذوك تاع شبل الثوره، يعني قيادات جديده هكذا اللي هما يعني فاهمين هذه التحولات وهذه الالاعيب اللي راها موجوده وهذا الاطماع وهكذا. معناه انا مع هو انه تجي كفاءات معها. اما القايد صالح انا منتظر منه ور. القايد صالح لو كان تحط له تليفون قدامك تقول له مشي لي، يحبس يفرني. هذا هو يدير لك، يمشي لك هو مرحله يا حسره. باسكو حنا في بلادنا الجيش هذايا راه شحال من 62 هو في الحكم، هو في الحكم، ماشي ما نقدروش بليلة ونهار نحيوه. ايه ايه معاك، صح ولا لا؟ لا معاك. تما شغل الانسان اللي راح يجي لازم ينيغوسي، ينيغوسي ديجا اصلا مع الجيش، ومن بعد يزيد يطلب يواسي مطالب الشعب. معاك، انا من الاول من الاول كانوا جماعه وما حتى عندي مداخلات راها مسجله في 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 يوم من الايام هكذا في القناه نتاع الحوار، سالني صحفي هكذا قلت له باللي في البدايه تدخل الجيش امر حتمي لخطر لو كان ما يكونش الجيش ما تقدرش انت دير الانتقال، خطر قوه قوه، بدون القوه ما تقدرش انت دير الاخر. وهاك تشوف درك شكون اللي راهو درك هو فرض الامر الواقع، فرضتها القوه الجيش. انا قلتها لهم من قبل، قلت لهم باللي راهو دوك القايد صالح هذا راهو ماشي مع سعيد بوتفليقه والجماعه نتاعو، لو كان نهار اللي يحصل المشكل بيناتهم البقاء للاقوى. اكزاكتو، بقاء للاقوى، اللي عنده القوه هو اللي يفرض السياسه نتاعو. درك اذا كان درك راهو دوك المجموعه هذو نتاع القايد صالح هما تغلبوا في النهايه، اللي راهو رايح يجي نفس الشيء، كما تكونش القوة في يديه ما يقدر يدير والو. بس كمان باش نحولهم الجيش، نحولوا هذه القوة اللي فيه، دير قرار وما يتنفذش، دير قرار ما يتنفذش. هاك تشوف لا بروف، يسنيلو تقاعد نتاعو، يسنيلو يرميلو، قل له روح رميه. اه هنا تفهم علاش خلاوه هو نائب وزير الدفاع. لا هذيك داروها له بياج، هذي داروها لو بيا شغل شغل انت حبي الدور علينا احنا خليوك ونواسيوك. لا 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 لا، داروها لو بياج على جال باش هو يقول ما كانش منها
باش قال باللي ها هو دار انقلاب باش يبينوه دوك ها هو دوك كي دار لا ديميسيون بوتفليقه ودوك كي هو ما يقبلش مع انت باللي ماكش تحوس على الدستور انت راه كنت تقول باللي طبقوا الماده كذا من الدستور ها هو بوتفليقه دار استقاله راح ها هو دوك يحكم بن صالح مع انت باللي راك درت انقلاب هو ما لازمش دوك يطيح في البياج نتاعهم هذا ما كان نخلي المجال لخوتنا تاني أستاذ ربي بارك فيك بارك الله فيك شكرا للأخ رؤوف ربي يعيشك شكرا شوفوا ترى الأخ عبد القادر على سي نور الدين سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا. والله الحمد لله يعني الواحد كاش مسيرات فرح... عندكم في الواحد راه فرحان و... كاش مسيرات عندكم في كندا ومقلق والله في موريال غير هي موريال يا خويا انا عيسى راه قال لي حوس عليكم ما لقاكش تما وانا راني بعيد انا راني بعيد واحد قريب واحد 900 كيلومتر عليه موريال جل ثم جل ثم دار هو مرتين وقيل هو جل ثم بصح انا مانيش في مونريال اخويا نور الدين راني واحد 900 كيلومتر عليه فهمتني المهم ان شاء الله ايه شفت بعض الصور تاعو يعني ما شاء الله يعني قلت لك يعني والله غير يعني ان شاء الله تكون راك تسمع فيا اخويا نور الدين راني نسمع فيك ان شاء الله تكون هذه يعني مؤشر تاع خير يعني البلاد ولكن ننبه انا ان شاء الله ما يروش ننتقموا من اي واحد وما لازمش نتشفاو كذلك من الناس اللي سقطوا والواحد يكون حذر يعني هذه الفترة هذه لازم واحد يكون فيه تفاؤل ولكن تفاؤل تاع الواحد يرضى باله يعني الحراك الشعبي هذا تفاؤل حذر تفاؤل حذر فوالا كي شغل لك واحد اللي راهو في الدار عنده زوج راهم رايحين يعقبوا البكالوريا وواحد خرج الريزلت تاعو والاخر مازال فهمت صحيح وراهو حاط يدو على قلبه ما هو قادر صحيح. يفرح ما هو قادر ما قادر يولي يفرح من بعد يولي يبكي فوالا رانا في هاد لا ترانزيسيون هذه الواحد يرد باله يشد قلبه او ميم طون يعني نكملوا الحراك هذا يعني الحراك يكون لازم موحد كما راك قلت انت يا في التدخل تاعك يعني راك الميد بكل شيء يعني الواحد ما يقدرش ما عندنا واش نزيدوا على التدخل تاعك يعني الحراك هذاك لازم يكون هذوك الناس القدم هذوك الاحزاب السياسيه وهذوك الاخر لازم يكونوا من الوراء في الوراء ما يكونوش في الواجهه يعني الواجهه نخلوها يعني نفس جديد دم جديد شباب جدد الى غير ذلك هذه الناس اللي ما تلطخش لا بال مع الحذر يعني بال فوالا هذه هي وكذلك الدوله راها العميقه هذه راها موجوده راها عندها دي كلون تاعها عندها شباب جديد عندها كذا بالحذر الواحد يكون الدول العميقيه الاخطبوط يعني هي اخطبوط في كل المؤسسات في الجامعات في الاخر في كل جهه يعني ولكن يعني انا نقول باللي كاين فيه يعني وعي يعني الحمد لله الشبيبه راهي واعيه الى حد ما الى حد ما ثمن كذلك وحدة القيادة العسكرية الحمد لله يعني القيادة موحدة يعني هذا يعني حاجة كبيرة يعني لو كانت القيادة كما كنا نسمعوا باللي الجنرال فلاني تاع الحرس الجمهوري ماهوش متفاهم مع الآخر وكذا لا كانوا مش متفاهمين درك إذا كانوا هما راهم في نهاية الأمر بعد ما حسموا القضية ممكن يكونوا تفاهموا خطر هذيك من بعد راها ترتيبات برك وما يكونوا راهم تحسموا القضية من بعد انت استقالة ما هي الأخرى فهمت هم راهم حسموا القضية من قبل ممكن راهم تفاهم معهم قالوا ودي
راهم في بيناتهم عندهم مراقبه نتاع بعضهم تاع التليفونات، اجهزه راه تخدم تاع المخابرات تاع كذا. قال الجماعه راهم معولين يستخدموا البلاندي. قال اودي شوف احنا نلقاو طريقه نتاع حل وكذا، وقال اودي فك علينا الموضوع وخلاص، المهم ما يكونش فيه حساب وما يكونش فيه كذا. وقال راهو من بعد نديروا بيان ونعلنوه في التلفازه. هذيك راه هي الاخرى، وما راهم يكونوا يحسموا القضيه قبل حسموها، هذيك من بعد يعطوا لهم الصبغه الرسميه برك. صحيح صحيح، اللقاء الاخير هو يعني سي لا فان تاع الحوار تاع التفاوض. اه هي الرساله تاع زروال، فهمت؟ الرساله تاع زروال هذيك هي اللي حسمت القضيه، هي اللي حسمت القضيه، فهمت؟ رساله زروال يكذب عليك كذب، رساله زروال هي اللي حسمت القضيه. قال باللي راهو ها وشكون اللي عيط لي، راهو التوفيق، وهاو علاش عيطوا لي، وانا راني رفضت، وانا راني مع يعني البطل الورقه تاع الشعب. الورقه اللي كان باللي الشعب خلاص صحيح صحيح حلو صافي. الورقه اللي كان يراهن عليها الدول العميقه توفيق والاخر سقطت في الماء. ايه وهو بعد ما خرجوا له العيب، بعد ما خرجوا له العيب تسمى اقالوه خلاص، ما بقاتش قضيه نتاع صلح. والله سيفيني خرجت من يديهم، الشعب راه برا خلاص، ما تسمى صي سي بون، خرجوا للعيب. وكذلك الناس اللي دروكا في الفتره هذه اللي راهي تحكي على القايد صالح، انا ضد هذا الاخر. نخلو وحده قياده الجيش، ونخلو الوحده هذه تاع الحراك الشعبي، ونديروا هو الجيش. لابد منه ما لازمش يكلحونها. بيان سور بيان سور، هي كيما نوردي نعطي لك مثال. شو هو الشيء اللي غيرته؟ هذا راهو بن بلاد جابوا الجيش، بومدين تاع الجيش، الشاذلي جابوا الجيش، زروال جابوا الجيش، بوتفليقه جابوا الجيش، والجيش راهو حاكم. وش هو الشيء اللي غيرته انت؟ ما غيرت والو. والجيش حنا رانا على بالنا باللي الجيش هو العمود الفقري تاع البلاد، وما راناش هو انه قال مع المساس بالجيش. بالعكس انا راني كاتبها نوار شير بلو، راه موجوده في كتاب تاع المصالحه. قلت لهم انا حتى الترشح ممنوع هذا اللي كانوا في الجيش، هذا ممنوع، خطر عليه لما يوليو يصيروا دي كلان داخل الجيش. الجيش لازم يكون بعيد عن الاحزاب، بعيد عن السياسه، بعيد عن السياسه. الجيش عنده الاسم نتاعو صحيح، ولكن في نفس الوقت بوك اذا كان درك هذ الناس اللي راهم هما في القياده نتاع الجيش جات هذه الفرصه من اجل تسليم السلطه، ولكن تكون وفق مشروع ويكونوا ناس في المستوى. شي قال ذكر عن 90 يوم، شي اللي هتغير 90 يوم؟ راح تغير البلاد 90 يوم، راح تجيب رئيس والله حاجه ما تغير في البلاد. هاي والله حاجه ما تغير في البلاد لو كان ما يكونش فيه مشروع قائم عليه هذا الحراك، مشروع نتاع دوله، وفيما بعد يتجسد على مراحل. والله حاجه ما تغير في البلاد. اكيد اكيد، لان تغيير النظام ماهوش اسقاط بوتفليقه، معروف هذا، الشعب راه على باله. تغيير النظام ماهوش تغير الاشخاص برك، تغيير النظام مش معناتها تغير، غير لازم تغير الاشخاص والسلوكات والقوانين والهياكل. سي تان بروجي دو سوسيتي كما تقول نتايا، ولازم له الوقت. ولكن يعني احنا ماذا بينا الشغل نحطوها في لي راي، يعني الاخ ولا ترى هذا نحطوه في لي راي تاعي. نعم فهمتني، يعني تغيير النظام ماهوش سقوط بوتفليقه فقط، يعني اكيد يعني سلوكات، يعني الاشخاص، القوانين، الهياكل، الى غير ذلك، كل المؤسسات الى غير ذلك. وهذا لازم له وقت. اذا لازم الشبيبه هذه والحراك لازم يتفطن الامر هذا، باللي سي تان بروسيس هذا ماهوش نح ورقه وجيب شخص واخد اخر وحطوه في الرئاسه وخلاص، ونرجعوا بين عشيه وضحاها. يعني دوله متطوره ودوله كذا وكاين دوله القانون، يعني الامر يتطلب الوقت. ولكن انا نقول باللي هذه الخطوه هاي خطوه ايجابيه، ونثمنوها ونزيد نفكر في الخطوات الجايه. ولكن لازم يكون تأطير
إذا ما كانش تأطير وما كانش نخب وما كانش حوار عقلاني وما كانش نتحاور فيما بيناتنا والناس متخصصين يقعدوا، يعني ما يكفيش هذا الحراك أننا نخرج ويا سراقين كليتونا ويا سراقين وكذا. صح هذا سيبون، ولكن لازم اون باراليل لازم يكونوا النخب نتاعنا، يعني والحمد لله الجزائر فيها نخب يعني في الداخل وفي الخارج، لازم هما اللي يدفعوا الى مشروع المجتمع هذا اللي يتحط في الـ في الـ في التطبيق، يعني في الـ نعم في الاخر إيه. وانا نشوف ثاني الناس بزاف تنقد شغل واحد نور الدين مثلا، عصابه تجي تسرق لك دارك إيه. عصابه تجي تسرق لك دارك ومن بعد واحد من العصابه هذه يعاونك باش تكشف هذيك العصابه وباش تجيب الامور، باش تجيب الامور المسروقه من العصابه. ثاني اكزومبل، هذا ثاني اكزومبل. فهذا الناس اللي راهم يقول لك القايد صالح وما القايد صالح، القايد صالح راهو خرج البيان القياده العسكريه قال باللي راني مع الشعب، يعني هذه قالها نوار سير بلون، قال راني مع الشعب ومع طموحات الشعب ومع مطالب الشعب. احنا كما يقول لك في البلاد نوصلوا الكذاب لباب داره، نمشوا مع هذه القضيه والحراك يزيد يتصاعد ويزيد يراقب ويزيد يفرض روحه ويزيد يهيكل روحه ويزيد يبرمج روحه وهذه هي. ونخلوا القياده العسكريه موحده، يعني ما لازمش نضربوا القياده العسكريه ونردوا بالنا من الدوله العميقه هذه اللي راهي من 62 وهي تخرب في البلاد. انا في رايي هذا هو الخروج نتاع الجنرال توفيق في هذا الوقت دليل قاطع غير الانسان اللي راهو راسه مضروب بالكادنا، دليل قاطع باللي مازالهم يخدموا. وانا راني قلت في التسجيل السابق باللي راه مازالهم يخدموا، مازالهم يخدموا. الجهاز تاع المخابرات ما تمسش، راهو مازالوا خدام، تلقى ربما بعض الطعنات هكذا ولا بعض الضربات، ولكن مازالوا خدام، مازالوا خدام، ومازالوا هو اللي يقترح، ومازالهم يتحركوا، ومازالهم كذا. ولسنا ندري، فهمت؟ لسنا ندري المرحلة لكراها كما يقولوا بوتفليقة هو راه انتهى لحد هذا، ولكن هاي قدامك مصر، هاي قدامك تونس، هاي قدامك واسمو، فهمت؟ قادر ذك يخرج لك واحد آخر. لا يؤتمنون، لا احنا ايه لا انا شخصيا هذا هو، انا ما نبيعش الاوهام للناس، ما نبيعش الاوهام للناس. قال باللي راهو لا يا اخو، يا هاي برهن ولا حابين نشوفوا على ارض الميدان. لما نشوفوا احنا ناس نذوك، لما يجيب لي ناس انا كانوا في وقت من الاوقات رانا كنا نشوفوا فيهم ونعرفوهم، واحد راهم كانوا يخدموا في النظام يعني طيله هذه الفتره، كانوا واقفين مع ناس مجرمين، كانوا كذا كانوا كذا كانوا كذا. يجي انا واحد دوك يقترحهم لي على اساس انه راهم ممثلين تاع الحراك، يا خويا انا من حقي باش نشك. انا الشيء اللي نعرفه في هذه المرحله اللي كانوا هما يتحدثوا نعرفهم بالاسم، نسميهم بالاسماء، نعرفهم اللي هما كانوا يتحدثوا على التغيير وكانوا فعلا يسعوا للتغيير حتى اذا كان اختلفت معهم، حتى إذا اختلفت معهم نقدر نثق، حتى إذا كان اختلفت معهم نقدر نثق، نقدر نثق في شوشان، ما نثقش في القايد صالح، من حقي. أكيد أكيد، فهمت؟ نقدر نثق في شوشان، ما نثقش في القايد صالح، كل واحد والنضال تاعه والمسار تاعه النضالي، يعني ما بين ناس راه قاعدة تتعذب سنوات، قاعدة الناس تدفع في الثمن، ويجيوك انت ناس هكذاك يلاه من ما كانش خلاص، ويعشيوك حاكمين لك القنوات التلفزيونيه، حاكمين الصحف، وحاكمين كذا، وهو ممثل الحركه. منين خرجت انت؟ منين خرجت؟ هذا راهو شيء راهو جا نتيجه نتاع تراكمات ناس راها تخدم. الوعي هذا منين طاح؟ هذا صرت انت تعرف العصابه، وصرت والله العظيم مرات نكون نمشي نتلاقى مع ناس يهضر لك، يعاود لك في الهضره اللي كنا نهضر فيها في الاذاعه، ايه يعاود فيها بالفون نون، تقول انت كاسيت مسجله وراه يعاود، انا قاعد غير نسمع. بعد يقول لك انت شكون انت؟ انا واحد برك جزائري برك
شوف الدول العميقة عندها قوة التأقلم، عندها قوة التأقلم، يعني هما يتأقلموا، يعني يكون إسلامي فترة تاع هذيك تاع راك تشوفها دولة إسلامية ايوا بلا ما نفوتي، لا وذي كانوا هما دولة إسلامية بلا ما نفوتي، باش نضحكوا برك هما يتأقلموا. باش نضحكوا شويه بالك الاخ هذا راه يسمع فينا. هذاك النهار كاين واحد الاخ هكذا قاعد تحكي لنا، جا دخل معنا واحد اي قاعدين نحكي ونحكي ونحكي وراه يحكي يحكي، ومن بعد شاف فيا هكذا قال لي ما تقوليش باللي انت هو نور الدين خبابه. قلت له لا هو بالذات كي اللي مقبل اللي قاعد نسمع في الكلام تاعك. هيا قلت له لاباسي، هيا كي عرفني ديجا صافي، قال لي راني مولف نسمعك ومولف نتبعك كذا، بصح راحت لي غابت لي. قلت له بالك لا عبد راه تغير الشكل تاعي يعني كبرت شويه. قال لي يعني عندي بزاف ما شفتكش. ف نحذر، نحذر شبيبه من هذا الناس اللي يغيروا اللون ويغيروا الشكل ويغيروا يغيروا كل شيء من أجل التأقلم يعني، ومن أجل الاختراق، ومن أجل يصيدوك ويصي ويبعدوك على الهدف تاعك. هذا هو، هذا رانا في صراع، صراع تاع مصالح، ماهيش قصرى ولا هاي دولة غنية، دولة إقليمية كما الجزائر، راهي الناس هاي تسيل الدم عليها. دونك لازم يكون وعي، الوعي هذا يكون في المستوى، وتكون الوحدة إن شاء الله. وهذا وش نقول، إن شاء الله ربي يحفظ الجزائر ربي يبارك ويحفظ فيك. الشعب شكرا الجزائري. شكرا الله للاخ يخليك يا عبد خويا. القادر. الاخ ولا الاخت اسماء ما على باليش، لا راكي موجوده، شفت راه عاود يكون الخط تاعك مليح. الاخت ولا الاخ اسماء عاودي طرحي لي السؤال تاعك، او الاخ عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضل الأخ عمار. ندخل مباشرة في لب الموضوع وما نطولش ربما على جماعة، نمد الفكرة نتاعي ونمد الحل كمواطن بسيط. نعم. نظام الجزائري هذا قلت لك علمنا باللي ما فيهش الثقة، شفنا في 88، شفنا في 92، واش عاود دار النظام الجزائري هذا. انا اذا كان الشعب الجزائري اليوم راهو فرحان، انا راني حذر جدا، مانيش فرحان، لانه القايد صالح راهو واحد من العصابه. مالا احنا لازم الحراك نتاع الشعب لازم يبقى في الشارع ونراقبه، ولازم ناس توافقيين امثال شوشان، احمد طالب الابراهيمي، امثله برك يعني، هما يكونوا في مرحلة انتقالية، والشارع يتأطر بمؤطرين يكونوا محاورين للناس هذم اللي عندنا فيهم الثقة، هما اللي يكونوا يناقشوا الجماعة تاع المرحلة الانتقالية. والجيش ما لازموش يتدخل، إذا تدخل الجيش معناتها بالطريقة هذه النظام راهو يعاود يهيكل في نفسه. احنا نفهموها كما هكا، لانه القايد صالح هذا واحد من النظام، ايه امر يحب مفروغ حب منه. اللي كره كره، هذا واحد رجل من رجالات النظام. ولهذا استاذ احنا لازم الجيش لازم يقعد بعيد، والا راهو النظام يعيد يهيكل نفسه ويفوت علينا الفرصة من أجل بناء جزائر جديدة. مش عارف إذا راك تسمع فيا أستاذ ولا لا. نسمع فيك جيدا، نسمع فيك جيدا، والرسالة راهي واضحة. أيوا بارك الله فيك أستاذ، وحبيت ندير مداخلة تكون قصيرة، ولاني نشوف الجماعة راهم يطلبوا في التدخل، شكرا باش شكرا لا أطيل للأخ. عليهم، ويكون بارك شكرا الله فيك أستاذ، بارك الله ربي فيك. يبارك فيك. شكرا للأخ عمر. أصبر شوف ترى هذا الأخ مصباح.
يا الأخ عنتر، قال لك اليوم يخلص دور الجيش، الله يهديك. بدون الجيش ما تقدر تدير والو. أخ محمد اصبر شوية، دوك نطلعك. بس لازمك تكون بالهاتف النقالة، إلا عندك الكمبيوتر ما تقدرش تطلع. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ. واش الله يسلمك، لاباس خويا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. حبيت نسقسيك برك، برك بوتفليقة استقال من الرئاسة، ووزارة الدفاع استقال منها ولا مازال؟ خلاص هذا السؤال اللي مازال محيرني أنا. راح هو راح من الرئاسة بصح من الوزارة ما سمعتش استقال أنا. خلاص خلاص وزارة الدفاع لا بلا، واش من وزارة، ما كان لا وزارة لا والو. تسمى خلاص، تسمى لحقوا البلوط، خلاص لحقوا الدبابة. اي خلاص، قال بسلامة بالعافية ان شاء الله. بصح راني خايف تروح الإصابة هذه تجي إصابة واحدة أخرى، على خاطر مانيش نشوف، هذه اللي لازم الواحد مانيش نشوف ناس كيف هكذا يقدروا المسؤولية راهم واجدين. دوك تبدا تبان، دوك شوف دوك تبدا تبان. دوك إلا كان هما بداو يباشروا في العمل تاعهم من خلال واسمو هذا التعيين، واسمو بن صالح، واسمو القايد صالح خنس، عارف باللي تباع الماتش. لكن اذا كان بقى هو قال ودي خلاص مصمم بغطاء شعبي، جماعه في الحركه الشعبيه بقى هما يطالبوا بذهاب النظام، من بعد خلاص درك هو راح يزيد يوصل للحيط هذا بن صالح. قال ودي خلاص رافضك بالسلامه بالعافيه. من بعد تمشي الناس اللي اسمه القياده الجماعيه، قياده جماعيه ولا رجل تاع مرحله انتقاليه ولا، وتمشي الناس وحده وحده. المهم الناس ما لازمش ترجع، ما لازمش ترجع وما لازمش تدخل في احتكاك مع القوات تاع الامن ونتاع الجيش ونتاع كذا. وتحذر، راهم كاينين الناس الان اللي راهم يحوسوا يستدرجوا الجيش، قادرين بعض المرتزقه من هذا نتاع الدول العميقه قادرين هم يحثوا اغتيالات، والله قادرين الله يحفظ ان شاء الله. فهمت؟ وتدخل الجزائر في نفق. ما لازمش الانسان يستجيب للاستفزازات نتاعهم، ويمشي الواحد وحل عينيه ويحذر. راه كاين فيه دول اللي هو يؤلمها هو ان ترى الجزائر سيده، يؤلمها هو ان ترى الشعب الجزائري يستعاد السياده نتاعو، وراها هي تستعمل في جميع الوسائل من اجل الشيطانه نتاع الجيش، من اجل احداث بلبله داخل الاوساط تاع الشعب، خاصه في ظل هذه الانترنت وفي ظل الاختراق وفي ظل التضليل الاعلامي. لازم الواحد يحذر، لازم الشعب الجزائري يكون يد واحده، ما يدخلوش في مجابهة مع نتاع الجيش، في نفس الوقت يكونوا حذرين. والله يا أخي كل مرة نقول، كل مرة يبلعطونا هكذا، أنا عم بالي فرات خفرات كي نزيد نشوف نلقاها باللي خط واحد أخرى مازال ما فرات ما والو مازال. إيه رانا فقط في البداية، فهمت؟ مازال ما كان والو. صحيح هو أنه خطوة كبيرة، هو أنه الشعب الجزائري أكثر على الأقل الحاجز النفسي، حاجة مليحة. حاجة مليحة هو أنه الشعب الجزائري صار مهتم بالجزائر، صار يحكي على الجمهورية، راح هذاك العزوف، راح هذاك العدم نتاع اللاموبيلات. شيء جميل هو أنك تلقى أنت جزائريين لما يلتقيوا بصوت واحد، ولما هم انه يفترقوا ينظفوا في الطرقات. شيء جميل هو انه بدات ترجع الروح، بدات الناس تفرح، حاجه جميله بدات الناس تهتم بالشان العام، حاجه هايله والله. غير الحمد لله عباك واحد حذر. شوف خويا نعطيك حاجه بسيطه، انا موالف قدام الحانوت كل يوم حاشاك مبالي نلقى قرعه نتاع المابات تاع الياورت تاع فيتاجي. دوكا وليت كل يوم العشيه كي نروح باش نطوي قدام الحانوت ما نلقى والو، نلقى غير حشاك بونطا تاع الدخان وخلاص، قرعه تاع الماء ما نلقاهاش الحمد لله. ومن بعد حرت انا، قلت لصاحبي قلت له واش بيه من الناس حبسوا لي ياورت والماء والجي، قال لي لا لا، قال لي ولاو ما يرميوش. الحمد لله هذه حاجه شوف شوف، قادر ربي راه في لحظه كل شيء. ياك تشوف انت صاروا فرنسيين يقول لك باللي احنا نتمناو باش يكون كيما الجزائر. تخيل غدوه لو كان توقع نهضه في البلاد،
تلقى انت واحد فرنسي راه داير فلوكه ويحب يحرق الجزائر. صح ولا غير قادر ربي، قادر ربي. والله غير تلقاها نورمال. لو كان غدوه يكونوا الناس يعني مخلصين وناس، وتكون يعني الناس راه تخدم من اجل البلاد والنظافه وايمان وصدق واخلاص وكذا، والله غير قادر تلقى من دول غير يهربوا للجزائر. احنا عندنا في الجزائر زوج اشياء برك ناقصين، لو كان يتحسنوا هادو الزوج تتحسن البلاد. عندنا التعليم ناقص وعندنا العداله، العداله هذه ما كانش. هادو الزوج حوايج اللي خاصين، لو كان تكون العداله ويكون التعليم ان شاء الله تنجح البلاد. ان شاء الله. وإحنا الحمد لله بلادنا فيها كل خير، فيها بالذهب بالبترول بالفوسفور باليورانيوم بالحديد بكلش بالعباد. ليجان، ليجان الحمد لله كاين 75%. تسمى التسيير برك اللي ما كانش، لو كان يكون التسيير تتسقم البلاد ان شاء الله. الاخ ولا الاخت اللي ترمز الاسم نتاعك باسماء، والله ما قريتش السؤال تاعك، عاود اكتب لي السؤال تاعك نقراه ونجاوبك يا سيدي، والله ما قريت السؤال تاعك. المهم خويا خلي بلاصه لواحد اخرين بالك يفهموا شويه خير ربي مني، يبارك فيك، يستافدوا شكرا منهم. للاخ المهم مصطفى، الحمد لله راك بخير، معرفت الله خير خويا. يبارك فيك، شكرا. صحيح منين الله يا اخ يحفظك. مصطفى، منين؟ انا مصطيف خويا، ايه منين؟ من برشي مصطيف. والله، من طنجه ولا لا منين؟ لا بعيد بعيد على مصطيف 70 كيلو. منين؟ بني وين؟ عزيز، بني عزيز ايه بني عزيز، ما شاء الله عين السبت. ما شاء الله اخويا، هاي هاي يا خويا ربي بقى على يبارك خير فيك، الحمد لله راك بخير. شكرا الله للاخ يحفظك. صح مصطفى، شكرا. مد نشوف ترى هذا الاخ، هاني طلعتك الاخ محمد تيجا، هاني طلعتك اخويا، هاي والاخ الو. محمد، اهلا. السلام عليكم الاخ نوردين. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الاخ محمد، هكذا محمد تيغانا معي. منين الاخ محمد؟ من الجزائر العاصمة. ايه وش يقرب لك هذاك تيقا هذاك؟ شكون؟ اللي راهو البرة في الخارج هذاك. تاع لونسيان تاع دياراس والاخر. والله فاميليا بصح من بعيد، ما نعرفوش يعني، ما من معليش بابا معليش. ولا الاخر قال لي، ما فاميليا من بعيد. معليش. الله يسلمك. شوف الاخ نوردين، والله غير نتبع المنشورات تاعك مليح، و تسمى لو كنت كاين نقاط. دور الهاتف هكذا باش هاي واه هكذا فوالا، قلت لك اتفضل. الاخ نوردين نتبع مليح المنشورات تاعك، صافي دوك واحد 3 شهور ولا، وراني معاك، راني معاك 100% في المشروع تاعك تاع الجزائر نحو جمهورية جديدة. وانا نظن هذا هو الشيء، ولا هذا هو المشروع في نظرنا الوحيد اللي يقدر يخرج البلاد، تما اللي يقدر تما باش تنهض البلاد. نعم نشوف انا باللي لازم تكون جمهورية جديدة، باش باسكو على بالك احنا درك بالك على كل حال، احنا رانا عايشين لهنا، رانا نشوفوا يعني الرداءة تاع كيفاش يقولوا لو سيستيم دو جيستيون، يعني كيفاش راهي تسير المؤسسات الجزائريه. شغل خلاص هذا يعني، هذا التسيير هذا ولا هذا السيستيم هذا الي ديفنو بوري، ما انسداد. هي واش صرا، انا نشوف الحراك هذا انسداد بارابور على الأشياء اللي راهي تعيش فيها الجزائر، ماشي غير. المهم الأخ نوردين، بالنسبة للحراك، الحراك أنا نشوف باللي هذا التدخل تاع الجيش هذا، أنا واحد من الأشخاص اللي ما راهمش من أيتش تدخل الجيش في السياسة بنسبة كبيرة هكذا، فاهم؟ باسكو الا نحبوا نبنوا جمهوريه ديمقراطيه تاع الصح، ما رايش بالجمهوريه اللي يخدمها الجيش. باسكو على كل حال حنايا بالك في لا جينيراسيون تاعكم انتوما اللي عشتوها، ما جاناش الخير من حكم تاع العسكر،
يعني ما جانا حتى خير من حوم تاع العسكر. دونك انا ما نلقاش علاش دركا ما كانش السبب اللي تخلينا باش يعني نعاودوا نرجعوا العسكر للواجهه، ونتمناو حنا ما يعاودش يولي الواجهه كما كان من قبل. فاهم هذه ما تكون كما راهم يقولوا سي تان كود بوس للشعب، ان شاء الله يقعد جوست ان كود بوس، ما يعاودوش يرجعوا تما يحكموا ما وراء السيطار كما كانوا في زمان. فاهم هذه هي. متفق معك الاخ محمد، فهمت. المهم انا عندي قناعه راسخه هو انه الجيش هو يحمي الجزائر ويحمي المؤسسات نتاعها، ولكن لابد في البداية من إشراك الجيش. ما تقدرش تقول لي باللي الجيش ما تقدرش تشاركه، لا خطر لا خطر علاه. لو كان ما تكونش عندك القوة ما تقدرش تفرض انت الأمن على بالك، باللي لو كان يخرج الجيش يجبد روحه، لو كان الشرطة تجبد روحها، لو كان الدرك يجبد روحه، وتكون الناس ما عندهاش ثقافة. هاك تشوف مثلا انت دوك مثلا تروح انت مثلا كندا ولا الدول هذه يكون انه راه كاينه ثقافه، تروح انت يا راه واحد وحده على الربع الثلاثه نتاع الصباح، شوف الفروش شاعل ما عنده لا بوليسي ولا محزنون، يقعد حتى يشعل له الضوء الاخضر. في الجزائر راه البانو كاين، شوف هو من كاين ما كاينش بوليسي يعطيها سونتير دي يعطيها، ما على بالوش قانون يحرقه. بالتالي انت درك في البدايه لازم لك الجيش، لازم لك القوه باش انت تفرض هذيك المسائل انت التاعي هذيك تلحق لها كثقافه، والثقافه ما تجيش بين عشيه وضحاها. السلوك هذا احنا اللي احنا نحوسوا كيقولوا احنا التغيير السلوك ما يجيش بين عشيه وضحاها، باش انت تربي الناس على الاحترام وعلى الايثار وعلى الصدق وعلى الأمانة. هذه ما تجيش في بين عشية وضحاها، لازم لها مدرسة، لازم لها تلفزيون، لازم لها دعوة، لازم لها حوارات، لازم لها معاملات، لازم لها، ما تجيش بين عشية وضحاها. بالتالي تغيير تاع السلوك راهو حاجة صعبة، تغيير تاع شخص تاعك نهاية بوتفليقة سهل، تغيير تاع شخص والله. لكن التغيير تاع سلوك هذا لازم له مدرسة، لازم له وقت، لازم له اجيال باش انت تغير السلوك في الجزائر. علاش دوك مثلا يجي انت جزائري يلحق هو مثلا لفرنسا كان ما يحترمش القانون ما على بالوش بالدوله، يولي مباشره بعد 24 ساعه يدخل ويحترم القانون وكذا. لماذا؟ لانه الجمول واحد اخر. تروح تجيب في المقابل واحد فرنسي راه هو يحترم في القانون وراه هو يمشي كذا، يدخله في الجزائري يلحق هو للشوفالي لا فروج لا والو، يدور من غوش دروات يعطيها كي هو كي الناس، فهمت؟ ولو كان ما يعطيهاش يكسروا له الطوموبيل، فهمت القضيه؟ دونك هذه لازم لها خدمه، هذه ما تجيش بين عشيه وضحاها. باش انت تنظم انت بلاد لازم يوليوا له فروج في الولايات كامل، وتنظم انت حركه المرور، وتنظم انت لازم لها خدمه طويله. وهذه باش ديرها خدمه ما تقدرهاش ديرها انت بالهيشر، لازم يكونوا ناس مثقفين، ناس مكوني، لازم كذا ولازم لها وقت. هذه هي معك صح. كاين نقطه تانية، انا ما كنتش الاراده تاعي تسمى من الاول بالنسبه للحراك هذا الاخ نور الدين، ما كنتش حاب تما بون الجيش او راح يتدخل كما قلت انت بنسبه معينه باسكو هو حامي تاع البلاد. هذه متفقين عليها صح. كنت حاب انا هو لازم يضمن انا اللي قلتها في حوارات صحيح. وفي مداخلات هو يكون ضامن. انا قلتها باللي نهار اللي يلقى الجيش مسجله بالصوت وبالصوره، قلتها في قناه الحوار، نهار اللي يلقى الجيش رجال صادقين ومخلصين ويحوسوا فعلا هم يخدموا للبلاد، تذكر راهو المشكل راهو ذك الطبقة السياسية طبقة فاسدة. وانا فهمت طبقة فاسدة بنسبة عالية جدا كما يقولوا.
دوك لازمنا حنا لازمنا جينيراسيون اللي هما يخموا في البلاد، تاك تشوف غير اللي ما صابلهاش، تهضر لك شوف يخطب لك على الاخلاق، يخطب لك على النزاهه، يخطب لك على الكفاءه، غير تجربوا في المسؤوليه. هاو جاب اختو، هاو جاب عمو، هاو دا نسيبو يحج، هاو جاب كادو في عيد الميلاد نتاع البنت خال صاحب جداه، ومن بعد يولي هو يطبق في بعض الاشياء اللي هو كان يحرم فيها للناس، تلقاه اكثر واكثر واكثر. خذ امثله قدامك وراه عمار غول، خذ امثله قدامك شخصيات اخرى بدون ما نذكروا في الاسماء. خلاص انت صح شوف صح. انت يا دوك مثلا قال لك اهو جاب الله، جاب الله هذا زعما الاسلامي رشح لك مرته، يا حسره يا حسره. انت تولي انت وكل واحد، كل واحد راه غير اللي ما صبلهاش. بالتالي دوك الشعب لما راه هو فقد الثقه، من حقه، من حقه. هذه باش انت دوك تلقى ناس اللي هما كثير من الناس يخطبوا، يخطبوا لما يكون انت راهو يهضر لك على النظافه وعلى الاخلاق وعلى الصدق وعلى الكذا، لكن غدوه كي تجربوا في المسؤوليه تعرفوا هذوك راهو يهضر كامل يخطب. والله على ذيك اللي دائما انا نقول قاسما بالله، شيني ناس من هذو اللي راهم يسميو رواحهم معارضه، قاسما بالله لو كان يوصل للسلطه غير يدير ما كثر ما دار سعيد بوتفليقه. وي هذه راني معاك والله، غير راني معاك و 100% هذه راني معاك 1000% كامل. باسكو كاين ناس، كاين ناس باغ اكزومبل كنا نشوفوهم في لا تيلي، كنا نشوفوهم يهضروا هضره، ودرك ملي بدا الحراك من المعارضين، ملي بدا الحراك ولات عندهم هضره واحده اخرى. سبحان الله كيف هذا. على بالك باغ اكزومبل المعارضه هذه ما نامنش بها خلاص. انا في الجزائر جميل امنت بالمعارضه، الاحزاب المعارضه هذو كيما مقري وجاب الله وهادو ما كذا، هادو ما الناس اللي كيما يقولوا باللي يتفاوضوا مع السلطه باش تكون عندهم نسبه تاع حكم ولا نسبه تاع مقاعد في البرلمان ولا كوتا. صحيح كيفاش هذا ننتق فيه غدوه باش ينوض لي بالبلاد ولا يخدمها ولا يحكمها ولا الاخر. دونك فوالا نكمل لك برك، اسمح لي برك نقطه وخلي الناس تكمل تحكي. الاخ اللي تربط الاسم نتاعك بسيف الدوله، اصبر شويه دوك يكمل الاخ ونعطيك اسمحوا لنا برك دقيقه برك نكمل نقطه. قلت لك انا كنت انا مامن بدوله جديده اللي تكون ديمقراطيه تاع الصح. انا كنت حاب ليكون مجلس انتقالي، يكون مجلس انتقالي بدون يعني بدون ما نقولوش تدخل الجيش، ولكن بدون تدخل مباشر هكذا للجيش. حبيت يخرج من الحراك، يخرج ناس نخبة هي اللي تدير مجلس انتقالي ويديروا الندوة اللي قال عليها بوتفليقة، باسكو مقترح مليح هذاك بصح بلا الناس اللي كانوا في النظام. تما الناس اللي كانوا في النظام كامل يرحلوا ونديروا الندوة ونديروا دستور جديد قبل نخدموا دستور جديد. هذه وجهة نظرية، نخدموا دستور جديد ليكون يعني على حساب مطالب الشعب ومطالب الشباب الجزائريين، ومن بعد من الدستور هذاك نديروا انتخابات. ثم يعني الرئيس اللي يجي جديد يحكم بالدستور هذا اللي داروا الشعب يعني، وهذا الدستور نفوتيو عليه ويحكم به الرئيس الجديد، واللي يكون فيها منها نقاط كثيرة على كل حال باش تسقب البلاد، منها الاستقلالية القضاء، منها بزاف حوايج. باش تشوف نقول لك باش تتبنى الدولة على الصح لازم مؤتمر. كذب عليك كذب. أنا قلت لك راني نشوف قعدت فيه يعني سنوات باش نحكي لك. لازم مؤتمر فعلا في الداخل وفي الخارج يحدث فيه نقاش، يكونوا ممثلين حقيقيين من الشعب، يحدث نقاش حول خطوط عريضة برك، خطوط عريضة كيما يقولوا يونيفرسال، حوايج يونيفرسال. اكزاكتومون. ومن بعد تتشكل الحكومة نتاع وحدة وطنية، ومن بعد الحكومة نتاع الوحدة الوطنية هي تسهر على دستور جديد، ومن بعد انتخابات رئاسية حقيقية، ومن بعد يجي برلمان حقيقي تتشكل عليه حكومة من هذه الأغلبية الشعبية، وتبدأ تمشي الناس من المؤسسات، من بعد تبدأ تطاكي القضاء النقل السكن، وتجي ماشي معاها بالوحدة بالوحدة بالوحدة
تمشي 10 سنين 15 سنه ولا كذا تبني انت الدوله على اسس صحيحه. اما هو انك انت تاتين يوم والله غير ناس رات ما درنا هذه ما هذه ما عندها طول بالك طول بالك. بناء انت الدوله لا يتم بين عشيه وضحى. ها هو قدامك بوتفليقه 20 سنه رجع للزيرو 20 سنه رجع للزيرو. لماذا؟ لانه الاساس ما كانش ما تبناش على اسس صحيحه. والله لازمك الناس تبني على اسس صحيحه وتبني العمل الجماعي. اما انت دير هذوك على الانتقامات وتبنيها انت على صفيه الحسابات رايح من نهارك حكمت على روحك بالفشل من نهارك. ما يشتا غدوه هذوك اللي انت واحد تدخلوا للسجن والاخر يقعد ينتظر فيك يبعث لك واحد يلا يتيري على جدك. هذه يدخل في دخل في حرب واحد الثاني الثاني الثالث الرابع يعطيك للدماغ. صح والله وضيف على قتلوه على جال هذا الشيء. انا ما نشفاش على حساب ما يحكيوا لي انتم اللي عشتوا هذيك قتلوه. لماذا؟ لانه هو بدا لحقاته ملفات وكذا بدا هو يتحرك عطاو له الدماغ. بومدين قتلوه بومدين كيف كيف بومدين قتلوه. وحنا ماناش حابين نبقاو نورثوا في هذه السياسه نتاع الاغتيالات نتاع التصفيه الجسديه وتصفيه الحسابات. خويا بني نتاع الدوله ومشي وحده بوحده كما قلت مقبل قلت واحد الكلمه قلت واحد الكلمه عجبتني بزاف بين الدوله بمميزات ولا بمميزات جديده. فاهم بمميزات جديده. انا نحلم انا 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 المشروع تاعك قريته والله ما نكذب عليك كاين نقاط بزاف اغلبيه النقاط عجبتني ونحلم بها باش تجسد على امر الواقع. هذا ما كان. اخ نور الدين نطلب ان شاء الله كما يقولوا ان شاء الله يا ربي يعطيك صحة ان شاء الله يا ربي يعطوك جو السفر عن اقرب وقت ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للاخ محمد. شوفوا ترى هذا ما راكش موجود اخويا انت اللي كنت مقبل انت تعيط لي هذاك انت اللي مسمي روحك سيف الدوله ولا ما على باليش. ما كانش ماكش موجود خلاص ماكش موجود صاحبي طول نصبر ندخلوا هذو اللي راهم في لاليست هذو نشوف ترى هذا هشام. تضحك تضحك على روحك اخويا اخ رفيق بمدين قتلوه. السلام عليكم. هشام مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. اش راكم استاذ؟ الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ هشام؟ من الجزائر معسكر. مرحبا الاخ هشام ما شاء الله. مرحبا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. معسكر تاع الامير عبد الفضل ولا تاع بلومي؟ الامير عبد الفضل في زوج. في زوج. شو استاذ باش ما نطولش ونخلي لوكازيون الاخرين. شو الفرحه اللي المقرر تاع اليوم كانت فيه دان كوتي كانت فيه فرحه. شو فرحنا من كما قال لك تم استئصال السرطان سرطان كبير قلعوه قلعوه اليوم. راك تسمع فيه استاذ؟ انا اسمع فيه للاسف الشديد. الاخ هشام قطعوا له الخط. نشوفوا ترى هذا الأخ